بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما انك انت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجه لنا لا حجه علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمه والتاويل قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه اما بعد فلازلنا نقرا في كتاب القواعد والاصول الجامعه والفروق والتقاسيم البديعه النافعه للعلامه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه ووقفنا عند القاعده الخامسه وهي الشريعه مبنيه على اصلين الاخلاص للمعبود والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم وهذه القاعده من اعظم قواعد هذا الكتاب ومن اعظم قواعد الدين وكان حقها ان تقدم ويبدا بها لانها اصل لما سواها من اصول الدين وفروعه وتعتبر هذه القاعدة جماع الإسلام وأصله العظيم وركنه المتين وذلك أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له ولا يكون التعبد لله إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه فمن عبد غير الله فهو ضال ومن تابع غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضال ولهذا تعتبر هذه القاعدة ميزانا للاعمال في الاسلام فهي ميزان للاعمال الباطنة وميزان ايضا للاعمال الظاهرة فالاصل الاول وهو الاخلاص للمعبود ميزان للاعمال الباطنه والاصل الثاني وهو المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم ميزان للاعمال الظاهره وهذه القاعده يدل عليها دلائل كثيره من الكتاب والسنه ومن هذه الدلائل قوله سبحانه وتعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاخبر الله عز وجل انه امر الخلق ان يعبدوه على وجه الاخلاص له سبحانه وتعالى وقال عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فامر الله سبحانه وتعالى بمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم في باب الامر وباب النهي والدوران معه صلى الله عليه وسلم وهذا يتضمن متابعته في الدين كله لان الدين اما امر واما نهي وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذين الاصلين وهما الاخلاص لله عز وجل والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن فقوله اسلم هذا فيه بيان الاصل الاول وهو الاخلاص لله سبحانه وتعالى وقوله وهو محسن هذا فيه بيان الاصل الثاني وهو متابعه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين لنا اهميه هذه القاعده وانها اصل الاصول الذي ترجع اليه لجميع كليات الشريعة وجزئياتها وقوله الشريعة مبنية على أصلين الشريعة لها إطلاقان الإطلاق الأول إطلاق عام وهو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد والاعمال والاداب فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانه يسمى شريعه والاطلاق الثاني اطلاق خاص وهو احكام الحلال والحرام وهذا اصطلاح خاص عند المتاخرين من العلماء وهو لا باس به وهو لا مانع منه لكن اذا ورد لفظ الشريعه في القران او في السنه فانه يحمل على المعنى الاول وهو الاطلاق العام وهو ان الشريعه كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من امور الاعتقاد وأمور الأعمال وهي أحكام الحلال والحرام وأمور الأخلاق والآداب والمراد بالشريعة هنا المعنى الأول وهو المعنى العام وهذه الشريعة مبنية على أصلين الأصل الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى و الإخلاص معناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالقصد وذلك بألا يقصد الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى فإذا صلى فلا يقصد إلا الله بالصلاة وإذا زكى أو صام أو حج او امر بالمعروف او نهى عن المنكر او طلب العلم او اشتغل باي نوع من انواع العبادات فانه لا يريد بذلك الا وجه الله سبحانه وتعالى فالاخلاص معناه افراد الله عز وجل بالقصد والقصد هو النيه والعزم وهل الاخلاص والنيه معناهما واحد والجواب على ذلك ان الاخلاص قدر زائد على النيه فالاخلاص نيه وزياده فهو نيه لله سبحانه وتعالى وحده بالعباده وبناء على هذا فان كل اخلاص يتضمن النيه ان كل عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى فإن ذلك يتضمن نية الله عز وجل بالعبادة وإرادته لأن الإخلاص نية وزيادة فهو قدر زائد على النية لكن ليس كل نية فيها إخلاص فقد ينوي الإنسان العمل لكنه لا يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وهذا يستفاد منه فائده في الاستدلال على وجوب على اشتراط النيه في العبادات وهو ان كل دليل ورد فيه الامر بالاخلاص لله سبحانه وتعالى فانه يتضمن اشتراط النيه لان الاخلاص نيه وزياده ولهذا نجد ان العلماء يذكرون في ادله اشتراط النيه النصوص التي فيها الامر بالاخلاص وذلك لان الاخلاص نيه وزياده والنيه والقصد نوعان النوع الاول نيه المعمول له وهذه لا تكون الا لله سبحانه وتعالى وفائدتها انها تميز المعمول له عن غيره النوع الثاني نيه العمل نفسه الاولى نيه المعمول له وهي تميز من يكون له العمل عن غيره والثانيه نيه العمل نفسه وهذه فائدتها انها تميز العبادات عن بعضها وتميز العبادات عن العادات فلها فائدتان الفائده الاولى انها تميز العبادات عن العبادات لان صورتها قد تكون واحده والذي يفرق بينها هو النية ومن امثله ذلك ان ان صلاة الفجر يسن ان يصلى قبلها ركعتان سنه راتبه وصلاه الفجر نفسها ركعتان والذي يميز الركعتين الاولى عن الركعتين اللتين بعدهما هو النية فعندما يصلي الركعتين الاولى بنية السنه الراتبه ويصلي الركعتين الثانيه بنيه الفريضه فالذي ميزهما عن بعض هو النيه اما صورتهما فهي واحده وكذلك لا الاغتسال قد يكون لصلاه الجمعه وقد يكون لصلاه العيد والذي يميز ذلك هو النيه وكذلك الصيام قد يكون صيام فريضه وقد يكون صيام تطوع والذي يميز ذلك هو النيه وهكذا في سائر العبادات فالنيه مم مما تفيده انها تميز العبادات عن بعض الفائده الثانيه انها تميز العبادات عن العادات ومن امثله ذلك الاغتسال فقد يغتسل الانسان بنية الاغتسال لصلاه الجمعه وقد يغتسل بنية النظافه او التبرد والذي يميز الغسل الاول عن الغسل الثاني هو النيه وكذلك الإنسان قد يمسك عن الطعام على وجه التعبد لله سبحانه وتعالى فيكون ذلك صياما شرعيا وقد يمسك عن الصيام حمية لأن الطبيب أمره بأن يمتنع قد يمسك عن الأكل والشراب حمية لأن الطبيب قد أمره بأن يمتنع ويكف عن الأكل والشرب والذي يميز الامساك الاول الذي هو عباده عن الامساك الثاني الذي هو عاده هو النيه فاذا فائده النيه فائده نيه العمل انها تميز العبادات عن بعض وتميز العبادات عن المعاملات ونيه العمل ذكر العلماء انها لا يمكن ان تنفك عنه فان الانسان العاقل اذا اراد ان يعمل عملا لا يمكن ان يقوم بالعمل من غير نيه ولهذا ذكر العلماء انها لا يمكن ان تنفك عنه بل لو ان شخصا امر ان ياتي بعمل من غير نيه لكان ذلك تكليفا له بما لا يطاق فلو امر شخص ان يقوم بعمل من غير نيه لكان هذا تكليفا له بما لا يطاق لان العاقل لا يمكنه ان ياتي بعمل من غير نيه له فان قال قائل ما هو ضابط العمل الذي تشترط له النيه والعمل الذي لا تشترط له النيه فالجواب على ذلك ان العمل الذي يحصل المقصود منه بمجرده هذا لا تشترط له النيه العمل الذي يحصل المقصود منه بمجرده لا تشترط له النيه وذلك مثل ازاله النجاسه فان المقصود منه وهو زوال النجاسه يحصل بمجرد العمل سواء نوى الانسان ازاله النجاسه ام لم ينويها وكذلك سداد الديون ورد الحقوق والنفقات هذه لا تشترط لها النيه لكن لو نوى الإنسان التعبد لله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك، لكن هذا ليس بشرط في صحتها. لا ولو نوى الإنسان التقرب لله عز وجل بإزالة النجاسة أو بالنفقة على من تجب النفقة عليه أو بسداد الدين أو رد الحق إلى أهله فإنه يثاب على ذلك. لكن النية في هذا ليست بشرط لان هذا النوع من الاعمال يحصل المقصود منه بمجرده اما ما لا يحصل المقصود منه بمجرده فهذا لا بد فيه من النيه وذلك مثل الوضوء والصلاه والزكاه والصيام والحج ونحو ذلك من الأعمال التي لا يحصل المقصود منها بمجردها فهذه لا بد فيها من النية فهذا ضابط ليبين لنا ما تشترط فيه النية من الأعمال وما لا تشترط وهذا الأصل وهو الإخلاص للمعبود بنى عليه العلماء قاعده كليه عظيمه وهي الامور بمقاصدها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فهذه القاعده الكليه راجعه الى هذا الاصل وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وذكر ابن السبك رحمه الله أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أرشق وأجمل عبارة من الأمور بمقاصدها ولهذا يرى أن الأفضل التعبير عن القاعدة بالأعمال بالنية لان هذا هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاصل الاول في هذه القاعده العظيمه الاصل الثاني المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤتى بالعمل على الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤتى بالعمل على الوجه الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بان نعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي عمل النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تحصل تحصل في ستة أشياء الشيء الأول متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العمل ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع أن تكون الأضحية من بهيمه الانعام وهي الابل والبقر والغنم فلو ان انسانا ضحى بدجاجه او ضحى بسمكه فان ذلك لا يقبل منه لانه خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من جهه الجنس الامر السادس متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في سبب العمل وذلك بان لا يجعل سبب لعمل من الاعمال الا ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا له ومن امثله ذلك لو ان انسانا جعل ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم سببا لعبادة من العبادات فإن هذا فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه تسبيبا لعبادة على وجه لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجعل شيء سببا الا اذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الامر الثالث متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في قدر العمل ومثال ذلك لو ان انسانا صلى المغرب وزاد ركعه يطلب زياده الاجر فيقول هذه الركعه الرابعه في صلاه المغرب فيها زياده اجر فان هذا لا يصح منه ويكون مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان متعمدا فانه ياثم بذلك وتبطل عبادته كلها تبطل صلاته كلها الركعه الزائده وما قبلها لانه جاء بالعباده على وجه مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والقصد الحسن هنا لا يسوغ القول بصحه العباده الامر الرابع متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه العباده او كيفيه العمل وذلك بان يفعل على الصفه التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم او امر بها ومثال ذلك لو ان انسانا توضا منكسا متعمدا منكسا للوضوء متعمدا فان وضوءه لا يصح لانه مخالف للكيفيه التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء وكذلك لو طاف بالبيت وجعل البيت عن يمينه فان الطواف لا يصح لانه مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الامر الخامس متابعه النبي صلى الله عليه وسلم في مكان العباده وذلك او في مكان العمل وذلك بان يؤتى بالعمل في المكان الذي شرع النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤتى به فيه ومثال ذلك لو ان انسانا وقف يوم عرف في مزدلفه فان ذلك لا يصح منه لان هذا مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك لو انه ابتدا السعي من المروه فان هذا لا يصح منه لانه ابتدا من مكان لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر السادس: متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان العبادة فلو قدم العبادة أو قدم العمل عن الزمان الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه وكذلك لو أخره عن الزمان الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يقبل منه إذا كان هذا العمل له وقت محدد لا يفعل إلا فيه إذا كان له وقت محدد لا يفعل إلا فيه بخلاف العبادات التي يشرع قضاؤها إذا فاتت لكن لو أن إنسانا التزم على وجه التعبد أنه لا يصلي إلا بعد ان ينتهي وقت العباده الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا لا يصح منه بخلاف من فاتته العباده اما بسبب نوم او بسبب مرض ولم يات بها حتى خرج وقتها فانه يجب عليه قضاؤها ولو تركها متعمدا من غير ان يلتزم ذلك فهل تقضى بعد خروج وقتها او لا تقضى هذه محل نزاع بين اهل العلم وجمهور اهل العلم على وجوب القضاء لانها تعلقت بذمته فهذه سته امور تجب متابعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها وهي الجنس والسبب والقدر والكيفيه والمكان والزمان وكما ذكر في بدايه الكلام على هذه القاعده ان هذه القاعده حقها ان تقدم على سائر القواعد لانها اصل لجميع القواعد التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب المبارك بل هي اصل للدين كله فجميع قواعد الدين واصوله راجعه الى هذه القاعده العظيمه القاعده السادسه قال المصنف رحمه الله الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والاصل في العبادات الاباحه فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه القاعده قاعده عظيمه نافعه جدا كما يقول ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في القواعد النورانيه وهي تتضمن اصلين الاصل الاول هو ان الاصل في العبادات الحظر اي القاعده المستمره في العبادات هي الحظر فلا يصح من العبادات الا ما شرعه الله سبحانه وتعالى او شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم والقاعده الثاني والاصل الثاني هو ان الاصل في العادات الاباحه اما الاصل الاول وهو المتعلق بالعبادات فالاصل في باب العبادات الحظر ومعنى ذلك ان العبد لا ياتي بعباده الا اذا دل الدليل على مشروعيتها اما على وجه الايجاب واما على وجه الاستحباب فلا ياتي الانسان بعباده او لا ياتي بشيء على وجه التعبد الا اذا كان هناك دليل يدل عليه يدل على انه مشروع اما على سبيل الايجاب واما على سبيل الاستحباب ويعبر العلماء عن هذه العب... عن هذه عن هذا الاصل بعباره اخرى تحمل نفس المعنى وهو الاصل في العبادات التوقيف فهذا بمعنى قولهم الاصل في العبادات الحظر فالاصل في العبادات التوقيف بمعنى انها موقوفه على الكتاب والسنه فمن جاء بشيء على وجه التعبد لم يرد في الكتاب او في السنه فقد وقع في امر محظور ولهذا قالوا الاصل في العبادات الحظر اي التحريم ويدل على هذا الاصل قوله يدل على هذا الاصل الكتاب والسنه اما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله فالله سبحانه وتعالى انكر على المشركين الذين جاءوا بعبادات لم يؤذن لهم بها وهذا يدل على ان التعبد لله سبحانه وتعالى لا بد فيه من الاذن لا بد ان يؤذن فيه وهذا الاذن يعرف من جهه الكتاب او من جهه السنه او من جهه الاجماع الثابت واما العبادات فهل تثبت بالقياس او لا تثبت قال العلماء: أصول العبادات لا تثبت بالقياس أصول العبادات لا تثبت بالقياس، فلا يصح أن نثبت عبادة لا يصح أن نثبت أصل عبادة مستندين في ذلك إلى القياس، أما فروع العبادات فيصح أن تثبت بالقياس ويدل على هذا ايضا على هذا الاصل ايضا السنه كما جاء في حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود على صاحبه فهذا صريح في ان العمل الذي ليس على امرنا يعني ليس على ديننا ولم يشرع في ديننا فهو رد اي مردود على صاحبه ولهذا يستدل العلماء على بطلان العبادات التي لم ترد في الشرع بهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ويلزم من هذا انه لا يجوز للعبد ان ياتي بعمل ليس عليه امرنا لانه لا يجوز للانسان ان يقصد العمل الباطل ويتعمد الاتيان به ولهذا قال العلماء في هذا الاصل السابق الاصل في العبادات الحظر فما دام انه باطل فلا يجوز للانسان ان يقصده بل اذا اتى بعباده لم يات بها الكتاب والسنه متعمدا فانه يكون اثما بذلك وهذا الاصل ما هو الاثر الذي ينبني عليه الاثر الذي ينبني عليه انه لا يجوز ان يشرع من العبادات الا ما شرعه الله سبحانه وتعالى او شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاثر الذي ينبني على هذا الاصل ولهذا قال الشيخ في القاعده الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله وقوله فلا الفاء هنا للتفريع يعني يتفرع على ذلك انه لا يشرع من العبادات الا ما شرعه الله ورسوله اما من جهه الجنس واما من جهه السبب واما من جهه القدر واما من جهه الكيفيه واما من جهه الزمان واما من جهه المكان وما لا يشرع اما ما شرعه الله ورسوله فإنه لا يكون محظورا هذا هو الأصل الأول وقد عرفنا معناه وعرفنا دليله وعرفنا الأثر المترتب عليه الأصل الثاني هو ما ذكره في قوله والأصل في العادات الإباحة وبعض العلماء يعبر عنه بقوله الأصل في الأشياء النافعة الإباحة وهذا التعبير أعم من جهة كونه متعلقا بالأشياء التي تشمل العادات وتشمل المعاملات لأن المعاملات تكون من تتعلق بمصلحة الإنسان مع غيره كالبيع والنكاح وأما العادات فتتعلق بمصلحة الإنسان مع نفسه كالأكل والشرب واللبس والسكنة ونحو ذلك فهي أعم من هذه الجهة فيقول فالأصل في العادات الإباحة ويدل على هذا الأصل لقوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وجه دلالته على هذا الأصل ان الله سبحانه وتعالى ساق هذه الايه الكريمه مساق الامتنان وهو سبحانه وتعالى لا يمتن الا بشيء مباح اما الاشياء المحرمه فهذه لا يناسب فيها الامتنان والامتنان يلزم منه الاباحه لان الله سبحانه وتعالى لا يمتن الا بشيء مباح هذا وجه في دلاله الايه الكريمه على هذا الاصل وهناك وجه اخر وهو قوله لكم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فواللام حرف يدل على الملك والملك يلزم منه الاباحه فالله سبحانه وتعالى اخبر انه خلق ما في الارض ملكا لعباده والملك يلزم منه الاباحه وايضا يدل على هذا الاصل قوله سبحانه وتعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه فالله سبحانه وتعالى في هذه الايه الكريمه انكر على الذين حرموا الطيبات التي اخرجها الله سبحانه وتعالى لعباده في الحياه الدنيا لانه قال بعد ذلك قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه فانكر الله سبحانه وتعالى على الذين حرموا هذه الطيبات فدل ذلك على انها مباحه فهاتان الايتان دليلان على ان الاصل في ال في الاشياء الاباحه وهذا يختص بالاشياء النافعه اما الاشياء الضاره فهذه الاصل فيها التحريم كاكل الميته والسم والنباتات السميه ونحو ذلك من الاشياء التي فيها ضرر فهذه ليس الاصل فيها الاباحه وانما الاصل فيها التحريم لانها مضره ويستثنى من هذا الاصل الفروج واللحوم فليس الاصل فيها الاباحه وذلك لانها مبنيه على الاحتياط الفروج مبنيه على الاحتياط وكذلك اللحوم ويدل على اللحوم حديث علي حديث عدي رضي الله عنه في الصحيحين وبناء على هذا فلو ان انسانا شك في امراه هل هي مباحه له او ليست مباحه له فالاصل التحريم لان النكاح مبني على الاحتياط وكذلك اذا شك في نوع من انواع الحيوانات هل يجوز اكله او لا يجوز اكله فالاصل في ذلك الاحتياط لان اللحوم الاصل فيها التحريم ولاجل هذا قال العلماء ان عقد النكاح لا ينعقد بوسائل الاتصال الحديثه وذلك لان الفروج مبنيه على الاحتياط بخلاف المعاملات الماليه مثلا كالبيع والاجاره والشركه ونحو ذلك فهي تنعقد بوسائل الاتصال الحديثه لان الاصل في الاشياء النافعه الاباحه فان قال قائل ما اثر هذه القاعده فالجواب ان اثر هذه القاعده هو انه لا يحرم من الاشياء النافعه او العادات كما عبر المصنف رحمه الله إلا ما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الأصل فيها الإباحة وبناء على هذا إذا شككنا في أمر من أمور العادات أو المعاملات هل هو مباح أو ليس مباحا فإن وجد دليل على الإباحة عملنا به وإن وجد دليل على التحريم عملنا به وإن لم نجد دليلا على الإباحة أو دليلا على التحريم فإننا نتمسك بالأصل وهو الإباحة ونقول هذه العادة أو هذه المعاملة مباحة لأن هذا هو الأصل و من حرم ذلك من منع ذلك فيجب عليه الدليل لانه مخالف للاصل واذا اختلف اثنان في هذه هذه المساله فقال احدهما الحكم هو الاباحه وقال الاخر الحكم هو التحريم فان قول الاول اقوى لانه متمسك بالاصل وهذه قاعده عظيمه جدا ونافعه جدا في ابواب العبادات وفي ابواب المعاملات ويشبه هذه القاعده قاعده اخرى ذكرها العلماء وهي أن الأصل في العبادات التعبُّد، والأصل في العادات والمعاملات الالتفات للمعاني. الأصل في العبادات التعبُّد، والأصل في العادات والمعاملات الالتفات للمعاني. وقولهم الاصل في العبادات التعبد معناه ان العبادات الاصل فيها انها ليست معقوله المعنى اي لا تعرف العله من شرعها فالاصل في العبادات انها لا يفهم ولا يعقل المعنى الذي شرعت من اجله سوى التعبد لله سبحانه وتعالى. ومعنى قولهم الاصل في العادات والمعاملات الالتفات للمعاني معناه ان العبادات وان العادات والمعاملات الاصل فيها مراعاه لجلب المصالح ودرء المفاسد. بمعنى انها معقوله المعنى. فنعرف ان هذه المعامله شرعت لتحقيق مصلحه او لدرء مفسده فان قال قائل ما العلاقه بين هذه القاعده والقاعده التي ذكرها المصنف رحمه الله فالجواب على ذلك ان القاعدتين متشابهتان من جهه ان كلا منهما متعلقه بالعبادات والمعاملات. لكن القاعده التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي ان الاصل في العبادات الحظر والاصل في العادات الاباحه هذه النظر فيها للشارع لانه هو الذي يحضر وهو الذي يبيح اما القاعده الثانيه وهي ان الاصل في العبادات التعبد والاصل في العادات والمعاملات معقوليه المعنى فهذه النظر فيها للمكلف فهو الذي لا يستطيع أن يعرف المعنى ويفهم العلة في العبادات ويست الا اذا دل دليل على ذلك من الشرع ويستطيع ان يفهم المعاني والعلل التي بنيت عليها العادات والمعاملات وقد عرفنا في هذه القاعده وهذا امر نختم به هذه القاعده ان الاصل في العبادات الحظر والتوقيف فان قال قائل العبادات التي يحدثها الانسان من الاوراد والاذكار والكيفيات المعينه تولد عند الانسان احوالا مستحسنه وراحه وطمانينه افلا يدل ذلك على مشروعيه مشروعيه هذه العبادات وذلك لانها ينتج عنها احوال للعبد من الراحة والطمأنينة والسكينة وربما يصل الانسان الى مرحلة يستلذ فيها حتى يفقد عقله كما جاء ذلك في بعض السير والجواب على ذلك ان هذه الاحوال التي تحصل لمن يقوم بهذه الاعمال لا تبيح القيام بها وقد شبه بعض اهل العلم بتشبيه لطيف فقال هذه الاحوال الناتجه عن العبادات التي ليست مشروعه مثلها كمثل الاموال المكسوبه او المكتسبه بطريقه غير مشروعه فهذه الاحوال التي تحصل للانسان نتيجه لعبادات ليست مشروعه مثلها كمثل الاموال التي يكسبها الانسان بطريقه غير مشروعه هذا حاصل ما يتعلق بهذه القاعده العظيمه ونقف عند القاعده السابعه وهي قاعده تتعلق بالتكليف سياتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى في درسنا القادم اسال الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين